أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في لقاء جديد من هذا البرنامج، برنامج فتاوى، بصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نرحب بك شيخنا في هذه الحلقة. الله يبارك فيك، كان سهلا. نعم، وكذلك المشاهدين. نعم، نرحب أيضا بمشاهدينا الكرام الذين سيتابعون هذه الحلقة من خلال الردود التي سنتلقاها من الأسئلة التي تأتينا عبر الهواتف التي تظهر على الشاشة، وعبر موقعنا أو بريدنا الإلكتروني الذي سيظهر لاحقا إن شاء الله. نحن بنرحب بك شيخنا من جديد، ونرحب بكل مشاهدينا. المجتمع الإسلامي عموما مجتمع متراحم ومجتمع متواصل، ويعنى بالضعفاء على وجه التحديد. صحيح. الإسلام جعل وصية خاصة جدا للمرأة، ونحن ممكن نكون حتى المجتمع السوداني أخذ يعني صيغ كثيرة جدا جدا للتكافل والتراحم، ووضع المرأة في 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 مكان خاص جدا للعناية بها والرعاية لضعفها. يا ريت نحن يعني ناخذ معانا هذه المسألة في بداية هذه الحلقة. أي فعلا، يعني الإسلام يعتني بالمرأة ووصى بالمرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى كثير في الأحاديث بيعتني بالوصية بالمرأة. ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث ثاني قال: خياركم خياركم لنسائه. وفي حديث ثاني: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. وفي حديث ثاني وصف بالقوارير قال: رفقا بالقوارير. وبرضو في حديث صحيح تاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والعلماء شرح الحديث قالوا: أحرج معناته ألحق الحرج والضرر والذنب الكبير بالزول البيضي حق الاثنين دي، المرأة واليتيم. لأنه اثنين دي الضعيفان، حق الضعيفين المرأة واليتيم. يبقى الزول بيضيع حقه، يأكل ماله يضيعه كده، يأذيه يضره، عاد بقى ذنب كبير جدا. والبيحتني بهم كمان ثواب عظيم. ولذلك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. وفي الحديث بتاع اليتيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. يبقى دي كلها وحديث كثيرة في الوصية بالمرأة واليتيم. يبقى نصيحة لكل أخوانا، والمرأة تشمل الزوجات والبنات والأمات والخالات والعمات وكل النساء. نتوصى بهن خير، نعتني بهن، نديهن حقوق كاملة، ما نضرهن، ما نأذيهن، ما نظلمهن. نعم، برضو في الحديث جاء أنه في تحذير من المرأة، نقيف عنده المسألة دي برضو، كيف يعني؟ تحذير من المرأة يعني. نعم. أيوة، في هنا ده في حديث فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. والفتنة معناته الامتحانات، يعني أصعب امتحان ترك الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو امتحان المرأة. أي يبقى الزول هنا ده يعني يبتعد، يعني يكون حذر، ما يظلم المرأة دي، وكمان ما ينخدع وينغشها وينشغل بها ويترك العمل الصالح للدار الآخر. نعم، دبقونا لحقوق المرأة في الإسلام عموما. يا ريت نحن وقفنا عندها بالذات عند الميراث، في كثير من الناس بيظلموا المرأة في ميراثها. فعلا، يعني ده زمان، يعني الحمد لله الساعة الناس وعوا، بقوا يطالبوا، النسوان بقوا يطالبين بحقهم في الميراث. لكن في السنوات العشرين سنة وانت غادي، كان المرأة ما بيدوا حقها من الميراث. وهسه حاليا من الأسئلة اللي بتجينا في التلفونات الخاصة إنه كثير من الناس ما بيدوا أخوات حقا من الميراث. حتى من الأسئلة اللي بتجينا: الأبو مات وترك عقار وترك بيوت وأراضي ودكاكين، البنات يجينا طالبين أخوان، أخوان أشقاهم بحقنا، الدنيا نصيبنا في حق أبونا، يقوموا يخاصموا أخواتهم ديل ويقاطعوهم.
ذليل لأنه طلب بحقنا الشرعي. والعلماء قالوا الميراث ده نظام دقيق، ربنا ما ترك توزيع للعلماء ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا وزعه في 3 آيات في القرآن، الآية رقم 11 ورقم 12 ورقم 176 من سورة النساء. أي تركة بتاعت ميت موزعة في 3 آيات دي. وجد التحذير الشديد في الآية رقم 14، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، دمنه البيضي حق أخوه من الميراث. نعم، نحن سنعود لهذه المسألة الحساسة جدا وذات الأبعاد المتشعبة. أيوة. أيوة. نأخذ أول مكالمة هاتفية من ليلى من ود مدني. مرحبا يا ليلى. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نعم تفضل يا ليلى. رمضان كريم. الله أكرم. الله أكرم. والله أنا بدأ الشيخ من أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح. أيوة. فأذكار الصباح والمساء دي أنا أذكار الصباح بقراءة مع صلاة الصبح طوالي. أي. بعدين بدعو لنفسي بعد أقول سبحان الله بحمده 100 مرة، فهل هذا صحيح؟ كويس. نعم. يعني انت داري تعرف اذكار المساء والصباح يعني. هاي كويس. نعم. اذكر لك اذكار المساء دي سامع عايشه بدري بدري تقولها يعني زوجتي. نعم. المطلوب من المسلم انه في الصباح والمساء يتحصن بايات الله باذكار، منها عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. زول الصباح والمساء يقرأ 3 صور دي ل3 3. كذلك برضو أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، وهكذا. وبرضو في أذكار تاني الزول يتحصن ويكتر من ذكر الله من سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم، ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر الله بالليل والنهار. نعم. نعم. معنا هالة من بورت سودان. يا مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ مرحب. رمضان كريم بس متفطر على خير. الله أكرم. الله يخليك بزعل الشيخ يعني. نعم تفضلي. أيوة يا شيخ. نعم. تفضلي. أيوة يا شيخنا، عندي سؤال عن سورة ياسين، في ناس بيعملوها نغمة في الموبايل يعني. تسجلها في الموبايل يعني؟ بيعملوها زي نغمة يعني. أيوة نغمة. يعني نغمة جميلة يعني. الزول ضرب لك مثلا إبدأ ياسين وقول أنا حكيم، أنت ترد تقطع السورة. أي صحيح. أي نعم. والسؤال الثاني يا شيخنا، عندي عمتي هي مشلولة لها 14 سنة. يا وطبعا ما في صلاة ما في صيام، هي عندها كلى ما بتصوم، وجات جلطة قفلت الحلق ما بتقدر تأكل يعني، وبتقوم تتبول كده من غير طهارة إرادة يعني. ففي الحالة دي أقولها كيف أقولها فيه. نعم بتسمح كويس، بتفهم هي حقيقة ما تقدر تتكلم لأن الجلطة قفلت الحلق يعني. أيوة سبحان الله. لكن واعية هي. واعي. كويس. واعية هي بتعرف سمع. أي حاجة بتشوف. كويس. بتسمع سمع. ويش ما في سمع. كلام. كويس. يلا يا شيخنا عند صحبتين. يا والله بس ما بتصلي. يعني زولة متزوجة وعنده طفلين ما بتصلي نهائي. أيوة. كويس. وبتقضي كتير يعني. تحلف الله كتير يعني. نرد عليها إن شاء الله. نرد عليها. نعم. نعم. إن شاء الله إن شاء الله يا شيخنا. وبسأل من حنة الرأس. حنة سواء في الرأس. نعم. اكتب الحنة. نعم. كده عشان ما ننساها. نعم. نعم. نبدأ بالترتيب. السؤال الأول. السؤال الأول إنه ناس بيدخلوا النغمات يعني. أيوة. القرآن الكريم هي قاصر على سنة سورة النغمة. لا القرآن لا يا أخواتنا، ما ندخل القرآن في النغمة. ليه؟ لأن زول قد يكون شايل الموبايل في مكان غير لايق زي الدخانات، زي في جوطة بتاعت ناس. يبقى الحل دي النغمة تقوم تضرب وانت حتقوم تقطع الكلمة. قال ياسين والقر بس تروح قاطع. لا كده لابد كلام الله نحترمه. النغمات القرآن نبعد من النغمات خالص، لكن ممكن كلمة طيبة، سلام، دعاء،
لكن بس تكون جملة مفيدة جملة تامة عشان ما نقطع مدحة حاجة زي كده. لكن القرآن كت ما نجيبه في النغمات. نعم عندهم عمتهم قالت جات جلطة وتأثرت. أيوة. هنا سألناها عمي تقدي عقولها تمام؟ قالت عقولها تمام لكن ما بتقدر تتكلم. يبقى في الحالة دي طبعا هنا العلماء قالوا التكاليف ترفع من الإنسان إذا زال عنه العقل. لكن ما دام العقل موجود يبقى تصلي بقدر قدرته بقلوبه بتتبول لإرادي. ما طبعا الطهارة شرط في صحة الصلاة لكن الطهارة الزلزول العاجز ممكن يصلي بدون يعني إزالة النجاسة واجبة مع التذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. يقول عجز عن إزالة النجاسة يصلي بين نجاسة دي يبقى يكلموها بالإشارة يعني هسا زي عندنا الصم والبكم. نعم. ذي بيصلوا هين حتى مش يدعملت اليوم محاضرة وترجموا اليوم بالإشارة ويصلوا صلوا وراء يصلوا هناك العقل موجود خلاص العقل موجود أي. يبقى الخالة دي ما دام عقولها موجود حلوها تصلي بالإشارة بتاعته بقلوبه بأي حاجة لكن عجزت عن إزالة النجاسة تصلي بنجاسته. طيب قالت عندها صاحبتها برضو ما بتصلي نهائي وبعدين بتكذب كتير. أيوة عد صاحب تقدي أنصحيها ولليها الصلع مدى الدين. ووريها قري لها الآية دي قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا العلماء قالوا عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن عباس قال غيا وادي في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره. يعني قسم من أقسام جهنم زنزانات من زنزانات جهنم. الزنزانات التانية تخاف من الجسم ده لأنه نار حارة شديدة جدا مخصص لمنه الناس تركوا الصلوات. يبقى أقول ألحق يا صاحبتي دي ولا الدنيا فاني والموت وراكي وراكي ويوم القيامة نار جهنم حرارتها قدر نار البوتجاز اللي بتولعي تسويه بالتبيخ ده 70 مرة كده مدي أصبعك لنار البوتجاز دي أكان نطيتي تقدر تستحمل لكن ما بتقدر تستحملها. نار جهنم حرارتها قدر دي 70 مرة وزول يطمسوا جوه نار جهنم تحت جهنم فوق جهنم من جميع الجهات ده ليمونه للزول ترك الصلاة. نعم وان صحيح الكذب حرام ومن الذنوب الكبائر. نعم. واسأل ربنا ربنا يهديه. أو المخالطة بتاعت الناس المفصلة دي كيف يا مولانا؟ معلش ما نقاطعون لين ولو قاطعناهم حيمشي للناس الكعبين. نخالطهم كل ما لمينا فيهم نذكرهم بعقوبة الصلاة ونرقبهم في فضل الصلاة وندعي لهم نسأل لهم ربنا يهديهم. نعم طيب حنة الراس برضه هي سألت منها قالت أي الحنة في الرأس طبعا ما بتحتاج للسروتي والمحلبية الريحة القوية دي كنت سواء في رأسه ولا حرق بنهار رمضان لأن ما بتفطر ما بتنزل في الحلق ولا شيء إنما هي في الشعر. لكن الحنة بيسوينها في الليدين دي لأنها ما بتمسك إلا بسروتي ريحة قوية شديد دي نقول نسوينها بالليل. لكن حنة الرأس ممكن تسواء بالنهار. نعم معنا بشير عمر من أبو فريوة. مرحبا يا بشير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بزال الشيخ مرحبا تفضل. بزال الشيخ تفضل. شاء الله طيبين. نعم رمضان كريم. الله أكرم. بزال الشيخ من طبعا عندنا ناس بصلوا كل الأوقات وطبعا هم صايمين بس تراويح ما بصلوا تراويح ما بصلوا التراويح هاي أول أشياء بيصلوا العشاء وتخارج طوالي تراويح دي ما عندهم ما شاريوا على نهاية. أيوة في كل رمضان. كويس. نعم شكرا. وبزعل من الريحة الريحة في رمضان طبعا. كويس. نعم وبزعل برضو تاني من منديل الورق من دي الورق ده لأنه فيه نكهة بتنزل عديد اللي انت بتشمها فيه بتنزل في الصدر. أيوة معصر. كويس. نعم وبزعل برضو من الهناء من زكاة الفطر. زكاة نعم زكاة الفطر هاي. نعم خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. هو قال عدد من الأسئلة. أول حاجة بدأها قال في ناس بصلوا الأوقات والتراويح ما بصلوها أصلا. أي كويس. صلاة التراويح سنة للرجال والنساء والسنة في اصطلاح الفقهاء يساب فاعلة ولا يعاقب تاركة. لكن بعض فقهاء الأحناف قال الزول بترك السنة قال يحرم يوم القيامة من الشفاعة. طبعا الحرمان من الشفاعة شيء كبير خالص. شفاعة الرسول ذول يتحرم منها لأنه ما أدى سنته. التراويح سنة والركعتين قبل الظهر بعد الظهر والشفع والوتر دي كلها سنة
الزول لما يترك السنة يحرم من الشفاعة لكن ما عنده ذنب. نعم. الحرمان من الشفاعة ماشي كبير خالي. نعم. أي. لكن ننصح أخوان أن صلاة التراويح هي للرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء فسروا قيام رمضان بصلاة التراويح. نعم ممكن يقول صلى براو كمان. أي ممكن. نعم. شو السؤال البعض؟ السؤال البعض هو يتكلم عن استخدام الريحة في رمضان. أي الريحة في رمضان خير الزول خسواب اللي لكن الزول لو استحمى دار يسوي له حتة كولونيا خفيفة لإزالة راحية العرق ما عليش. لكن الريحة الفياحة ديك سواها بالليل برضو مناديل الورق المعطرة. المناديل بتاع الورق دي فيه ما كل المناديل فيها معطرة في مناديل معطرة في رمضان ما نستخدم المعطرة نستخدم التاني. بالنسبة لزكاة الفطر زكاة الفطر هسه النهارده قريت في الجريدة انه مجمع الفقه الإسلامي طلعها لسكان العاصمة لأنهم بيأكلوا القمح النفر 5000 جنيه. يعني 5 جنيه بالقروش الجديدة. كل واحد من أفراد أسرتك تطلع قصاده 5 جنيه. على الولايات ما الولايات ما بيأكلوا الدور يطلعها لحسب الدور لين الخرطوم بيأكلوا قمح ربع القمح ب15 جنيه 15 على الثلاثة بها الخمسة طلعها 5 جنيه. الربع بوزعوا لك بنفر ثلاثة أنفار. أنفار. ما هي خلاص الفتوى طلعت إنه 5 جنيه. 5 جنيه على كل السودان. على كل نفر. لا الولايات. الولايات الخرطوم. هو في النيل الأبيض. أو الولايات اللي بيأكلوا قمح. نعم. طيب معنا تلفون مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. معكم عبد الله من السعودية. مرحب. ألو مرحبًا. تفضلي. رمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين. الله يبارك فيك. شكرا بارك الله فيك. تحياتنا للشيخ محمد حسن. الله يبارك فيك. بسألك يا مولانا أنا عندي زوجي يعني ما يصرف علي مرة 4 سنة أو أنا دحين في السعودية شغالة في مشغل وهو بيرعن فرمة الأولى في السودان بيأخذ 9 شهور يدوب 9 شهور من هنا خروج سنة وفي نفس الوقت لما يجي بيجدد إجامته على طول بينزل ما قاعد يقعد صبري لي ما قاعد يقعد معاك إيه لا مرة أنا ساكنة في المشغل وهو ساكن تبع لا كده الأكثر الأيام ما قاعد يقعد معك هو متزوج مرة تاني مرة 4 سنة أنا الصغيرة وهي الكبيرة سمع وقاعد بيقعد معك بفترة ومعاديك بفترة مش كده لا مرة 4 سنة ما في شيء بيناتنا مرة نهاية يعني ما بقول 4 سنة مرة نهاية ولا يصرف نهاية. علي ولا في نفس الوقت أنا قلت مقدمة الإسكان وهو دفع لي 3.5 مليون الأولى ولما نعرفني وأنا اشتغلت خلاص نحن عشان القصة أختنا بيتنا عشان ما تبقى قطيعة في رمضان ننصح زوجك ده وكل الأزواج أنه يحتنوا بزوجاته يعني نكتبي بالسؤال ده عشان ما القطيعة في رمضان ما كويسة لكن حنعمم النصيحة لكل الأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالنساء والزوجة دي عندها حقوق شرعية وحقوق عليك واجب عليك كسوتها تأكل مما تأكل تكسب مما تكتسي وتديها حقوق الشرعية كاملة ما تهجرها أي يبقى ده الهجران أكتر حتى ربنا يعني حدد الذول 4 شهور بس قال تعالى والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 استغفر العظيم نسيت الآية لكن الذول لو حلف ما يقرب من زوجته الشرعي حدد لي 4 شهور بس هي في 4 سنوات أي هي 4 سنوات تبقى ظلمتها حدد 4 شهور بس يا تعتدل صلي علاقتك معاه وتديها كل حقوق الشرعية يا الفراق بالمعروف لكن تعليق 4 سنوات ده حرام عليك يا يوم القيامة تقول لي ربك شنو طيب هي حتعمل شيء في حالة زي دي هي في الحالة دي إن تطالب بحقوقه حقوق الشرعية كلها ما رفض بعدك مخير يا ما تنتصبر عليه كده يا تطلب الطلاق وطلبة الطلاق ترفع عريضة لقاضي محكمة الأحوال الشخصية وتثبت أنه زوجها هاجرة وهي تطلب الطلاق للهجران القاضي بعد ما أثبت صحة الكلام ده طوال القاضي يطلق والقاضي طلاق باين واسمه التطليق وطلاق القاضي معتمد نعم معنا أم أحمد من الخرطوم مرحب السلام عليكم عليكم السلام نتكلم الشيخ مرحبا تفضلي انا عندي والدي توفى قبل 4 سنوات كان مريض بسكري يعني لكذا يمكن 20 سنة ما كان بيصوم يلا لما يبقى اليوم انا لقيت وصيه كاتب لنا فيها انه نحن اولاده وبناته نصوم عنه يعني لو ما قسمناه كل واحد ل 3 شهور ونص طيب كده فانا واحده عندي مثلا رمضانين ما صايمه يعني علي دين
فما عارفه ما بقدر اصوم يعني ما عارفه اعمل شنو. سم كذا 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 بتنا خدي بالك ابوك ده قلت 20 سنه لا بيصلي ولا بيصوم. لا ما بيصوم. لا لا عنده سكري. يصلي لكن مر. يصلي لكن ما بيصوم. ايوه 20 سنه ما صام وما كنت بتطلع له الفدية. لا بيطلع هو طوالي بيطلع. طيب ما خلاص يبقى السؤال عن شنو. طيب هو خطي وصيه قال له انت صوم عني. لما خط قال تصوم عني ورقه. ايوه تصوم عنه في الماضي والله المستقبل لقوا الوصيه بعد ما هو توفى. نحن لقيناه نفس اليوم اللي توفى فيه الصباح وتعبان ما قدرنا نزعله. ايوه كويس. وهو طيب كان مريض ما بيقدر يصوم. ما بيقدر يصوم خلاص 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 نجاوب عليه. وانت قلت عندك شهرين بسبب الحمل والرضاع ما صمت. يعني انا عندي شهرين ما صمتهم بسبب الحمل والرضاع. يعني علي دين ما بقدر اصلي وبعدين اخواني ما في دول نفذ يعني الوصيه دي. ما سؤالنا عنده سؤال حد محدد. انت الشهرين ديل ما صمتين بسبب مرض ولا سبب الحمل والولاده؟ لا حمل والولاده. بس خلاص نجاوبك ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طبعا بالنسبه للابو انه كان بيصلي ما ان شاء الله ولكن ما بيقدر يصوم لانه مريض مرض مزمن. نعم. وبعدين بعد ما توفى لقى وصيه انه قال تصوم عنه. لا الوصيه دي ما بتتنفذ لانه هو كان بيطلع الفديه يطعم. وحتى ولو أثبت أنه ما كان بيطلع الفدية نطلع الفدية عنه ما نصوم عنه. الإمام مالك قال الزول العجز عن الصيام وماتوا على دين من الصيام نطعم بدل الصيام. أي ممكن نصومه المدة دي كلها. يبقى هو وصيته يمكن كتبها قال صوم عني هنا لكن الوصية دي ما تتنفذ طالما أنه ما كان بيقدر يصوم لأنه مريض مرض مزمن وكان بيطلع الفدية ويتأكد أنه كان بيطلع الفدية يبقى خلاص ما عليه خالص صلاته تمام صيامه تمام ربنا يدي الثواب لأنه عجز عن الصيام واللي زول اللي كان بيصوم ويجي زمن يعجز عن الصيام ربنا يدي الثواب. قرينا الحديث ده كم مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نجي لسؤال بتنا قالت انه شهرين ما صامت كان يجاها شهر يلقاها يا رمضان يلقاها حامل يلقاها مرضع حامل مرضع. يبقى نقول لها هسه ما سألناها هل انت صايمة ام لا نفرض انها صايمة نقول لها بعد العيد تنجمي شوي تاخذي لك 10 يوم تجيبي لك كراس تكتب فوقه انا علي يدين من الصيام شهرين ما صمت بسبب الحمل والرضاع بعد كده تبتدي تقضي في الاسبوع تصوم 3 يوم وتكتب الجو سخن تصوم يومين وتكتب الجو حار تصوم يوم وتكتب لغايه عليه مهلتها لغايه ما تسدد الدين العليا وتاني ما عليهاش. نعم معنا ابو عبد الله من السعوديه. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اقابل الشيخ؟ مرحبا تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا هنا في السعوديه وطبعا بجمع زكاه الفطر. كويس. عندنا اخوانا كده شغالين في شركه سوا كلنا. سمع. فعندي هناك واحد في السودان يعني معوض باحتواره ما عنده 10 اطفال. فبجمع بوديها له هناك في السودان. ايوه. يعني قبل رمضان. ايوه. هو قبل الموسم بتجمع انت؟ ايوه يعني يوم من يوم 20 كده يعني بجمعها هناك 20 رمضان. كويس كويس. طيب خذ نسالك يا اخي انت في المنطقه اللي فيها ما فيها فقراء مسلمين؟ والله يعني المنطقه هنا الا يعني بعيده شويه لكن طبعا احنا في شركه برا شويه كده. لا يعني المسافه يعني ما بتقدر توصل للمساكن؟ والله ما يعني ما في كده فقراء كده يعني بعين معينين كده بس الا تلقى حد في الشارع والله حاجه كده. كويس كويس. هي طبعا هنا ده الأصل العلماء قالوا زكاة الفطر تصرف على البلد اللي صام فيها زور رمضان. أي تصرف إلا إذا في ما وجدنا مساكين كت حتى يجوز نقولها. يبقى هسه أخونا سألنا هل في منطقتكم في مساكين؟ هنا قال بعيدين خالص ما بيقدر يعرفهم وما بيقدر يميز ده من ده. خلاص ربنا غفور رحيم. رسلت لي أخوك أنا المعوق هنا في السودان إن شاء الله ربنا يقبل. لكن طبعا العلماء قالوا زكاة الفطر تصرف في البلد صمت فيها آخر يوم رمضان. طيب في حالة دي لازم تصل قبل العيد؟ ما شرط. هي طبعا المفروض توصل قبل العيد لكن برضو لو وصلت بعد العيد برضو تجزيون إن شاء الله لأنه حق بعد المسافة. لكن نقول لي أخونا والحاجة إذا أكد أنه في المنطقة القريبة لكم ما في مساكين الساعة السنة دي رسلة لكن السنة جاي بعد ما تعدم المساكين في المنطقة حتى انت رسلة. نعم شكرا جزيلا شيخنا. سنعود لمشاهدينا الكرام بعد الفاصل ونواصل.
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج فتاوى. نحن مع شيخنا محمد أحمد حسن. قبيل في البداية تحدثنا عن حقوق المرأة في الإسلام. أيوة. ومن ضمنها قلنا الميراث. الميراث قضاياه معقدة، وإنت استدليت بالآية الكريمة إن المرأة حقوقها مصانة، وربنا سبحانه وتعالى اهتم بهذا الجانب ووزع الميراث لنفسه. الموضوع هو معقد يعني. لا يعني الميراث هو نظام دقيق، وربنا تولى توزيعه بنفسه. وبعدين يعني جد تحذير الشديد ما قرينا الآية. نعم. رغم 14 في آخر آية الميراث قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية دي وردت في الزول اللي بياكل حق أخوه من الميراث، ولذلك العلماء حذروا تحذير شديد وقالوا الآية دي فيها إنذار ووعيد شديد للزول اللي بياكل حق أخوه من الميراث. ولذلك قالوا حق أي زول مستحق الميراث ما تحرمه من حقه ولا تنقص من حقه ولا تزود من حقه. زودته معناته زودته بشي شرع الله، نقصته ممنوع، حرمته ممنوع. ثلاثة لا 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 تحرم ولا تنقص ولا تزود، تدي حقه تام. والآية دي موضحة. شوف ربنا تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني المرأة بنت الأولاد وبنات ومين البيتكو كل توزيع نظام دقيق. وشوف برضو ولأبويه لكل واحد منهما ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. شوف نصيب الأم يطلع وينزل على حسب نظام دقيق. ولذلك نصيح نصيح يا أخوان، حطام دنيا فاني وراح لين منا، ما تحرم أخواتكم من حقهن الشرع من الميراث. أبوكم توفى ترك عمارة ترك دكاكين، يتقوم يا تأجر ساكنين الولاد ساكنين في البيت ده يدفع الإيجار، والإيجار يتوزع توزيع للميراث حسب إيجار المثل. العمارة دي بيحتوها تبيعوها تدوا أخواتكم حقهن كامل من نصيب من الميراث. نعم. نعم. معنا ريحانة من السعودية. مرحب. ألو مرحب. عليكم السلام. كل سنة وأنت طيبين. أنت طيبة إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخنا. تفضل. متزوجة. أي أي. متزوجة ولد عمي وسبع سنة قاعدين يا شيخنا. والدة منه بيت وحدي. سامع. والله أنا ما دايرة ويعني قاعدة بالذنب. ما دايرة مالك. عيب شنو؟ الله التلفون قطع. تلفون قطع. نعم. طبعا هي قالت متزوج ولد عمه وجابت منه وهنا بنت واحده وليهم من 4 سنين. قالت ما دايره. سبع سنوات. اي 7 سنين. ما دايره لي. هل في سبب؟ اي يبقى في الحاله دي ما دام عندي جنى. يعني انا دائما بوصي الزوجان لما تتظلم من زوجه عندك عيال منه، نعم خلاص ما في طريقه الشراد ليك، استحملتي لغايه ما جبتي الوطن ديله واسع داري تتملصي تزوقي منه، ما في طريقه شراد ليك، استحملي عشان خاطر وليداتك ديله وربيهم. اي كذلك الزوج برضه لو تظلم من زوجته عندك عيال منها، نعم ما في طريقه شراد ليك. خلاص انت ارتبطت مع المراه دي بعيال تتحملها مهما كانت كعبه تتحملها. والكمال لله، وعشان خاطر العيال زول يربي وليدات، والولاد دي المسؤولية. والولاد إذا مشوا عاشوا مع خوال مع جدهن لو نقط لهم العسل ما بيكونوا مرتاحين نفسيا زي ما بيعيشوا مع أمهم ونبوهم في ظل واحد. هي التفرقة الأولاد دي اللي بتضيع الأولاد. والأولاد دي الأمانة في عنقكم، تتحمل زوجك ده مهما كان كعب ما دام عندك عيال منه، وانت تتحمل الزوجة دي مهما كانت كعبي ما دام عندك عيال منها. حتى لو واقع ظلم يعني واضح. لا ما ظلم، احنا ما قلنا نتحمل الظلم ده، ما هنا تتحمل تصبر وتعالج المشكلة بحكمة، وهنا ممكن تجيب اللجاويد يعني ممكن الامور تحل يعني تتحل. يعني ما في طريق مسدود. ما في طريق مسدود، الامور بتتحلل والناس تريس وتعقل وبتحل. نعم. بالنسبه لي لو رجعنا للميراث، يعني بنلاحظ المساله دي ظاهره الان، بتلقى بيوت قديمه جدا جدا ما موزعه، حقوق الميراث بتكون ثابته. يعني الناس ما بوزعوها خوفا من المشاكل. مرات المساله دي بتاثر تاثير مباشر في ناس عندهم حق دارينه يعني، لكن تلقى الناس المرتاحين شويه ما بوزع الميراث لانه خايفين من المشكلات والتعقيد. يعني لا ما في تعقيد، ميراث موزع نظام دقيق. ابونا مات الابو مات، ترك له اي عقار دكاكين عماره ارض زراعيه ارض كده،
الأرض دي أزول البيت اللبو مات، وفي واحد من الولاد ساكن في البيت ده وعنده أخوات وأخوان، يا متى يتفق مع أخواني يبيعوا البيت ده يوزع نصيبه للميراث، أو يقول لهم أنا بأجر البيت ده منكم، الإيجار بكم؟ شوفوا البيت ده يشبه بيتنا ده، ما أجر بكم، البيت ده يشبه بيتنا، ما أجر بميتين ألف جنيه خلاص البيت ده إذا أجر بميتين أنا بدفع الإيجار كل أول شهر، تعالوا شربوا عندي شاي المغرب، نطلع الميتين جنيه نخدها في الطربيزة نوزعها أنت، وأنا زاتي من الميتين جنيه أخذ حق لي إنه نوارس من المال ده، ديطة ما في حاجة صعبة، الصعب بس الطمع، الطمع الطمع هو اللي بيخلي الناس أصلا بيخافوا من المسألة دي لا حكا الخوف دي ما ندخل، ما في حاجة اسمه خوف، ده ما يحق زول يخاف انه يوزع الحق، نخاف نخاف من شنو؟ خاف من انه مثلا تكون في مشاكل، يعني لا مشاكل تحريك ل كيصل عنك، المشاكل بتجي من الزول الاخو ساكن في البيت، الاخوان الساكنين في البيت يحرم اخوان من نصيب في الميراث، انت مزوجات ما منديك هذه المشاكل، لكن الزول لو اتقى الله وذكر حساب الله يوم القيامه مهما كانت النادي اخواتك ديل تعالي تفاهم قاعد في الوطن نتفاهم، ابونا ده عنده بيت ما اجر، عنده ارض زراعيه، عنده شيء، الايراد لما يجي نقوم نوزع لدائره مشاكل. نعم برضه كمان الناس بينظروا للزول اللي بيتكلم في الميراث مولانا من خلال العادات والتقاليد يفتكروه زي العيب كده، ده ما هو احنا لو خدينا رفضنا الشرعي وخدتين العيب هو معناته نحن نعبد هوا نفسنا. نعم هاي دي واحدة المشكلات الكبيرة جدا. قدم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى الزول يقول الـ 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 الخوف نقوم كده والعادة والعادة ونقدم العادة على الناي زي ما هسع الزول تمين عقد الزواج على كتاب الله وسنة رسوله والمازون طلع قسيمة الزواج وطلعنا القسيمة، ويقوم الزوج لما اتصل بزوجته قبل حفلة الزفاف يحتفر الزوج خالف وارتكب معصية كبيرة. نعم هاي ليه العقد تم دخل على زوجته حفلة الزفاف دي شنو دي ما حاجة هناي، لكن الناس بيحتبروا الزواج هو حفلة الزفاف. يبقى نحن خدتينا البدعة مكان الشرع. نعم وقدمنا البدعة على الشرع. نعم معنا أم هيام من دنقلة، مرحب. ألو مرحب. عليكم السلام. كده لسه شيخة عندي زوجي توفى قبل شهرين. سوي العدة يعني كل زول الدنيا راي برا يقول لي ما تلبس كده ما تعمل كده. توفي قبل شهرين صح؟ أي أي أي. حامل 9 شهور. حامل. أيوة. أو كان في الخرطوم. في الخرطوم مشى آخر شهرين يعني. أيوة. خلاص. وكان طلع مني زعلان يعني كده شوية. وتوفى في حادث حرق. أيوة. إن شاء الله. يعني ما خدت منه العفو ولا كده، ده انا عارفه يا شيخ ولا تقول يعمل كده والبس كده وما تطلع كويس نجاوبك ان شاء الله. هديك ده سؤال مهم. ان شاء الله بتن دي ربنا يعوضك ان شاء الله ويعني البركه فيك في ولاداتك وكدي وصبري واحتسب اجرك عند الله ربنا يديك الاجر العظيم. طبعا هي قالت حامل وعدة الحامل بوضع الحمل يبقى العدة بتاعتها ما 4 شهور 10 ايام وبوضع الحمل اول ما تلد خلاص انتهت. حتى لو تجاوزت الاربع شهور حتى ولو حامل لها شهر عدتها بوضع الحمل بعد 9 شهور نجي نقول لي اختنا بنتنا مطلوب منك 5 حاجات نمرة 1 ملابسك اللابسين كل الداخليات والخارجيات تكون ملابس ما فيها زينة يا أسود كت يا أبيض كت نمرة 2 ما تسوي أي نوع من أنواع العطور الحاجات الريحات دي الحمام تستحمي بصابون الفنيك أو صابون الغسيل أصبي تتحمي بصابون الحمام نمرة 3 تبتعدي من أدوات الزينة التجمل ما في كريمات ما في كحل ما في زيت ما في أي حاجة تسمحي بها نمرة 4 ما تبيتي خارج البيت ممكن إذا دعت الضرورة بالنهار إذا تمشي لدكتور تمشي بالنهار لكن بالليل ما تطلع من البيت نمرة 5 إنه داخل بيتك ده كله حرم ليك دارت نوم في البرندة في العوضة تكون بهدوم البيت وأي حاجة داخل البيت كمان في ناس النسوان يقومون عندهم فتوى يقولي أوعك تقابل الرجال
إذا زول من الأهل من الجيران جاي يجي عزيك يقول لك كلمتين طيبات يصبرك ما تمنعي بس ما يسلم عليك في إيدك يبقى قدامك يدعو للمرحوم ويقول لك كلمات طيبات كده تخفف عليك الحزن وكذي ما ممنوع هاي دي الحاجات المطلوبة. نعم قالت هو سافر وكان مرض يعني أيوة معليش أسا أنت إن شاء الله هذا كله من قسمة أعفي منه وادعي لي كل ما تصلي ادعي لي وربنا يتغمد برحمه. نعم إن شاء الله. معنا هدى من بورصدا مرحب. عليكم السلام. الله أكرم. الله أكرم. أنا عندي سؤال دارس على الشيخ. نعم تفضلي. أنا عامل 3 شهور وبسفر يعني الصباح لكن أنا بكون صايمة ما عارفة ده بيجرح الصيام ولا بكون صيامي صحيح. نعم أي نعم. وتاني عندي سؤال يعني أنا لما بصلي الصلاة تحت الجمعة في البيت ظهر عادي أستنى الرجال لحد ما يجي من الصلاة ولا أصلي عادي طهر قبل ما هم يرجعون؟ نعم كويس. بنتنا قالت إنها حاملة 3 شهور بتستفرغ طوالي. طبعا الاستفراغ ده اسمه الوحم اللي هي كل يوم أكلت أكل بجماري وكذي يبقى وبعدين قال الصائمة نقول لي بنتنا إذا كان الصيام بيتعبك مع الحمل وخفت علي نفسك علي جناكل في بطنك عندك رخصة تفطري وبعد داك بعد ما تلدي بالسلامة تردي جناك يبقى عمره 10 شهور تجي تقضي. أما إذا كان تستحمل الصيام ما بقى على كيفك لكن مجرد ما تعبتي تفطر طوال. أما الاستفراغ ده ما له تأثير في الصيام لأنه غصبا عنك. الطراش اللي بيبطل الصيام الزول يكون شبعان تقل في السحور وبطنه مليان يدار يخففه يدخل أصبعه في حلقه يطري ده اللي بيبطل الصيام. لكن زول بطنه جالد غصبا عنه طرش ما بيبطل الصيام. لكن أكرر ليك عندك الرخصة لو تعبتي أو شعرت بتعب وخفت علي جناكي عندك رخصة تفطر. نعم قالت برضو صلاة الجمعة هل تنتظر الناس لما نجي وصلي ظهر عادي؟ أيوة لا ما تنتظر الناس. الزول اللي بينتظر الناس زول راجل وجبت عليه صلاة الجمعة لكن قاعدين يلعب كوشتين في الصيلون في البيت وقالوا نصلي الظهر نجي نواصل الكوشتين ديل ما يصلي الظهر إلا بعد الإمام ما يفرغ من صلاة الجمعة لأنه وجب عليهم صلاة الجمعة كان المفروض يمشي يصلوا لكن تأديب اليوم ما يصلي الظهر إلا بعد الإمام يصلي. أما زول ما وجب عليه صلاة الجمعة زي المرأة والمريض يصلي الظهر عادي في أي وقت عند دخول الوقت الإمام يعني. صلى ما صلى ما له دعوة يصلي الجمعة يبقى أنت صلي الظهر مجرد ما سمحت أذان الظهر أذن صلي الظهر ربنا يقبل مني. نعم معنا أبو عبد الوهاب من حلفة مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله, الله أكبر. أكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامعين بارك الله فيك. عندي أخوي مصلي مصوم جد عندي أخوي مصلي مصوم لو عزمني مثلا في الإفطار في رمضان هل أنا ممكن ألف بالدعوة ولا ما ألف بالدعوة؟ هو دعاك يعني في البيت؟ نعم أيوة نعم كويس قال لا بيصلي ولا بيصوم. والسؤال الثاني هاي السؤال الثاني ما حكم الاستماع في مثلا في في مثلا في في اسمح حكم شنو في قراءة السحور مثل للمدح المدح ايوه او الاستماع اليها حرام ولا حلال؟ كويس كويس قال قال اخوه لا بيصلي ولا بيصوم مش كده وقام دعاه وقال لي افطار يعني في البيت هل يمشي يلبي الدعوه أمش لب الدعوة بتاع أخوك لا بيصلي ولا بيصوم ده وقعد بعد ما تفطر الدي هرشة ولا زول سعينتا وينو أبو جدك وينو حبوبتك وينو أنت يعني قايل في حاجة تنفعك أنت مؤمن بالدار الآخرة مؤمن طيب ما بتصلي مالك ما بتصوم مالك الدي هرشة كده وخوف وذكر بالآيات والأحاديث اللي فيها الوعيد الشديد بعذاب جهنم إن شاء الله عسى الله إنه ربنا يهدي. نعم. لأنه زول ترك الصلاة ده لو قاطعناه خاصمناه حيمشي ويه يمشي للناس اللي بلفوها والناس الكعبين يبقى ضيعنا. لكن لما نحن نعاشره كده وكل ما نقعد معانا دي هرشة ونخوفه بعقوبة ترك الصلاة ونحنس وندعو ليه عسى الله من جالس قوم من 40 يوما صار منهم عسى الله ربنا يهدي. نعم شيخنا برضو في ملاحظات عامة يعني مثلا دول جاته غيبوبة أثناء النهار رمضان أو جنة ايوه كيف يكون صيام الشخص هنا طبعا العلماء اشترط من شروط صحة الصيام العقل وقالوا المجنون ما عليه صيام خلاص فقد العقل اما المغمى عليه بسبب تعمد زول مشى يوم تقول باكر رمضان مشى سكر وفضل في سكر طينة ما واعي اليوم كله يبقى ده
على قضايو لأنه تعمد الإغماء ومشهد عم الشير بليه دو منوم نوم تقيل فاقد هذا برضه عليه القضاء. لكن الزول براه في أثناء النهار قام عادي وحصل لي إغماء أغمى عليه. قالوا إذا كان فاق في جزء من النهار على قضاء اليوم ده لكن من طلع الفجر الزول ده مغمى عليه لا غاية ما فاق إلا بعد أذان المغرب ما علي قضى اليوم ده لأن اليوم كله كان مغمى عليه مغمى عليه من طلع الفجر فاق في نص النهار أو ربع النهار هي قضي اليوم ده. في ناس عندهم الصرعة بتجيهم برضو فجأة هاي برضو بتاع الصرعة طبعا لما تجي الصرعة 10 دقائق زول دي يكون فاقد الوعي برضو يجي في الحالة دي حيفوق بعد 10 دقائق هي قضي اليوم ده بعد حتى لو ما تناول حاجة هي حتى ولو ما تناول حاجة لأنه أغمى عليه لما أغمى عليه والصيام بطل يجي قضي بعدين لأنه فاق. لكن إذا كان الصرعة دي من طلع الفجر وفضلت مستمرة مع لغاية دخل الشمس ما يقضي اليوم ده. نعم معنا من بورسودان محاسن مرحب مرحب. الو محمد الحسن مرحب. الله يبارك فيك كيف الو محمد الحسن اهلا وسهلا كيف ان شاء الله كويس الحمد لله محمد الحسن انا اليوم العاشر من رمضان انا فطرت فيه فطرت فيه سمعت الاذان الاول بعد ما شربت المويه سمعت الاذان يؤذن بعد يا مدى ما حسفان على شديد اصبري لي انت بعد ما شربت الماي حتى سمعت الاذان اي خلاص يا مي صحيح شربتي بعد شوي سمعت الاذان معناته انت وقفت الاكل قبل طلوع الفجر خلاص يا مي صحيح كان النهارده قلت لي شربت بعد ما سمعت فطرت يا شيخ ها لكن فطرتي انا لله فطرت ليه لك يا رجل تفطري ليه لكن بعد قلت حسفانة شديد قلت أقضي في الفطر خلاص قضي استغفري أول حاجة تستغفري لأن ما كانت فطري تستغفري وتتوبي وتقضي في الفطر والله حسفانة علي شديد بس قضي في الفطر طبعا دي مشكلة يا شيخنا وقالب التنبيه بها يعني الزول لو فطر سهوا مفروض يمسك عن يمسك أي حتى ولو أخطأ أنه قال الفجر ما طلع ووكل ويلقى الفجر طالع يقول حل دي ما يمسك لحرمة الشهر صيب دي حكم شنو محاسن دي هي فترة أسعى بس استغفر لأن فترة بتكون متأولة قايل إنه الصيام بعد كده ما بيكون بطل يبقى تستغفر وتتوب وتقضي اليوم يعني المتأول حكمه إنه يقضي فقط أي قضي نعم طيب إحنا مولانا في نهاية يمكن نكون قربنا لنهاية الشهر أيوة. ماشيين يعني بعد أول 10 الأواخر هتدخل واغلب الناس يعني بيعتكفوا في المساجد ايوه بدنا نتكلم شويه عن الاعتكاف وشروطه كويس الاعتكاف سنه خلال السنه وسنه مؤكده في العشر الاواخر من رمضان وبعدين الاعتكاف عنده 3 اركان الركن الاول الشخص المعتكف الركن الثاني المسجد الركن الثالث زمن الاعتكاف ولا بد الاعتكاف يكون في المسجد العام ما يكون زول في بيته عنده مسجد يصلي هو ولاداته لا يكون في مسجد عام للاعتكاف ويصح للمرأة والرجل والمرأة ما تعتكف إلا بإذن من ولي أمرها كان زوجها كان أبوها الشرط الثاني زمن الاعتكاف اللي هو الاعتكاف أقلاه عند المالكية 3 يوم بعضهم قالوا يوم واحد يكفي وأفضله 10 يوم والشافعية قالوا لو الزول دخل المسجد بنية الاعتكاف قعد في زمن يقدر يقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتى بسنة الاعتكاف ونضرب لنا مثال زول قال داري اعتكف في المسجد نقول له الحي شو اللي كفرش علينا كده مرتبة مخدس غنكروتي وملاية تغطى بيها شيل كرتونة كده فيها شوية أكل الأكل كما يشيل التركين والفسيخ والتوم والبصل والحاجات الرائحة قوية في المسجد يشيل شوية مربى جبنة حلوة طحنية بسكويت يشيل في كريتين يخد في ركن الزاوية بتاع المسجد وخد جمع فرش وينوى الاعتكاف الانقطاع للعبادة ما يطلع من المسجد خالص يصلي تعب يرقد ينوم يصحى يمشي يتوضي يقرأ ويصلي حتى لو بيته قريب من حتى ولو بيته قريب دار يمشي للحمامات في المسجد فيه طيب فرضنا قال الحمامات تحت المسجد مقفلات أنا دار يمشي البيت
مشيت البيت من باب الحوش للحمام، من الحمام لباب الحوش. لو دخل جوه قال اللي ارقد في المرتبة دي شوية لأنه الواطبة تحت الجامعة وجعت لي ظهري، اعتكاف بطل. أي بس من باب الحوش للحمام، من الحمام ما يلاقي أي زور في البيت، ما يلاقي أي زور، ممنوع ونس ومنوع عيش، بس من باب الحوش الحمام، باب الحوش جري، من الحمام جري لباب الحوش جري للمسجد. قضى المدة بتاعته إذا كان 24 ساعة كان 3 يوم كان 10 يوم. نعم سواب عظيم. نعم معنا هاتف. ألو مرحب، معنا تلفون. ألو 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 مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معك محمد برا. مرحب محمد. الله تفضل يا محمد. نعم تفضل وارفع صوتك شوية يا محمد. يا أخي أنا عندي والدتي وحبوبتيني توفيات، ممكن أعمل عمرة أو حجة لمرة مرتين ثلاثة؟ نعم نعم أيوة. هي طيب أمك دي وحبوبتك ديل أدن حجة الفريضة قبل كدي؟ لا لا ما أدن. سامح السؤال الثاني، كانت مستطيعات وما مشن حجين؟ والله ما في استطاعة. ما كان في استطاعة خلاص. أيوة. يعني إذن الحج ولا كان فرض على حبوبتك ولا على أمك، وانت مشيت حجيت حجة الفريضة وأديت عمرة، بعد كده ممكن تعمل حجة واحدة أو عمرة واحدة تقسمها بين حبوبتك وامك. يعني ما بيجوز، ممكن أعمل لي مرة مرتين ثلاث. أنا الحمد لله حجيت كثير. أصبر لي. أنت أول حاجة عملك خلي لي رقبتك. أنت ليه الليلة الماضية أنت نفسك قطعت الصراط وصلت الجنة وتوزع عملك لحبوبتك وامك. أيوة. عملك الصالح خلي لي رقبتك، امك وحبوبتك دي اعمل لي عمره واحده وقسمها بيناتنا الاثنين، انت انتهى الموضوع. ما توزع شغلك ساكت، عبادتك توزع لي امك وحبوبتك، امك وحبوبتك ما براين كمان عند الرصيد مبرا او زره واحده ما بيدينك منها يوم الغيام. عملك الصالح خلي لي رقبتك يا ربنا، اداك الاستطاع يعمل لك حجه كامله بعمرتها، يعمل لك عمره وهديها بين امك وحبوبتك. وربنا يقبل منك وباقي عمل خليه لي رقبتك. نعم. طيب برضو في بعض الأسئلة بتتحدث عن صلاة الشفع والوتر. في بعض الناس اللي اتصلوا بينا قالوا يا أخي هم عندهم ناس الإمام المسجد بيصلي بدون الآيات والسور المعهودة في الله. أيوة. في الشفع والوتر مثلا سبح اسم الله طبعا من المستحبات سنة خفيفة. في الشفع الركعة الأولى أقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية الفاتحة أولئك الكافرون، الوتر اللي ثلاثة سور، سورة الإخلاص والمعوذتين. لكن فرضنا غيرت قريت أي سورة ثانية ما عليك شيء، الصلاة صحيحة. نعم. طيب برضو في سؤال مهم اللي هو زول فاتته رقعتين في صلاة المغرب، أكثر الناس بتلخبطوا يعني بيقوموا بيجيبوا الرقعتين طوالي وراء بعض. كويس. نحن فيما تبقى في زمن حقنا سامح. هو طبعا الثلاثة مذاهب كل مذهب أخذ من الحديث إذا سوى بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه سكينة والوقار، صل ما أدركت واغض ما سبقك. أهين العلماء كل ذول أخذ باجتهاده، لكن نذكر حقة المالكية لأنها سهلة أو مذهب السودان بس المالكية. المالكية عندهم قاعدة، القاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك، وما فاتك فهو أول صلاتك، تقضي الأغوال وتبني الأفعال. دارين نطبق القاعدة دي. ذول حصل الركعة الأخيرة مع الإمام في صلاة المغرب، أول الإمام ما سلم ويجب عليه حيله، يجيب الركعة الأولى بالفاتحة والسورة وجهر ويركع ويسجد ويقعد يقرأ التشهد لأنه الركعة الجامعة دي أول صلاة، ويقرأ التشهد لأنه بيبني في الأفعال على كل رأس ركعتين يقرأ التشهد، يقوم يجيب الركعة الثالثة بالفاتحة والسورة وجهر لأنه حسب القاعدة ركعته الثانية، ويركع ويسجد يقرأ التشهد يسلم. لما نيجي ننظر لصلاة الزول لأنه قصر لركعتين بالفاتحة والسورة ورجع، يعني ما يجيب رقعتين مع بعض بدون بس القاعدة دي بس. نعم. يحفظ القاعدة دي، أي زول حفظ القاعدة دي ثاني ما بيعرف. نعم. شكرا جزيلا الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة لمشاهدينا الكرام، ونشكر كل المشاهدين الذين اتصلوا لفائدة المشاهدين عامة، وأشكر أيضا الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء. مباشرة غدا إن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى مع تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.